حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بأمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل الإنسان مخير بالهداية أم مسير؟ الإنسان من جهة أفعاله هو مخير، مخير في جهة أفعاله أنه يفعل أو لا يفعل، يأتي طاعات باختياره ويتركها باختياره، يفعل المعاصي باختياره أو يتركها باختياره، فهو من جهة أفعاله هو مخير، بمعنى أنه يمكنه الفعل ويمكنه الترك، وهو الذي يشاء هذا ويريده ويوجده بنفسه، يكون مطيعا أو يكون عاصيا. أما من جهة أفعال الله القدرية فهو مسير على ما قدر له، ما يخرج عن قضاء الله وقدره، فهو مسير في أفعال الله وأقداره، ومخير في أفعاله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فدل على أن العبد له مشيئة، له اختيار، يطيع ويعصي باختياره، ولذلك يعاقب على المعاصي ويثاب على الطاعة. أما الأمور التي لا يقدر عليها ولا يستطيع الخلاص منها فهذه لا يؤاخذ عليها، بنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا. الأمور التي بغير اختياره هذه لا يسأل عنها ولا يحاسب عليها، المكره، المجنون، الصغير، كل هؤلاء لا يؤاخذون لأنهم ليس لهم اختيار. أما العاقل القادر هذا يعاقب على فعله.